سالي، يمكن كثير مؤخرا سمعنا حوادث عن تفجير ألغام بأشخاص أو أطفال بعدة مناطق، وخاصة اللي كان فيها إرهابيين صحيح. ومسلحين صحيح. من مخلفاتهم، مما تسبب بأضرار جسيمة وجسدية لهالأطفال أو لهالأشخاص. صحيح. يمكن خسروا بعض أعضاء من جسمهم، حتى تسببت بآثار نفسية، إنه نحن بالنهاية كنا يمكن عم نلعب أو عم نزرع أو عم وصارت. نقضي حاجة، صحيح. وانفجر فينا لغم ما قلنا ذنب فيه. صحيح. فاليوم بدنا نحكي يا سالي بأولى فقراتنا الصباحية عن اللغم، هالسلاح الأعمى المتربص بالضحية تحت التراب، مفجرا خطوة عابر. يمكن ما بيعرف القاتل وما بيعرف صحيح. انه موجود اللغم مكان اللغم. صحيح. وحدد يوم 4 نيسان سالي كيوم عالمي من مخاطر الألغام، واكيد هذا اليوم هو للتوعية، يعني الهدف هو توعوي اكثر. لنعرف عن هذا الموضوع اكثر منتابع التقرير وراجعين. قبل ما نتابع التقرير زينب، يمكن حكيتي كلمة كتير مهمة، هي اللغم أحيانا كيف بيجي مثل السلاح المتربص ما بيشعر فيه صاحبه. يمكن التقرير ما جهز زينب، ولكن رح ننتقل لضيفنا ليعرفنا أكثر عن هذا الموضوع. بصرنا نرحب اليوم بالأستاذ عمار غزالي، مدير الإعلام التنموي. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك. يسعد صباحك استاذ عمار. يعني اكيد هلا خلال حديثنا رح نتابع التقرير، لكن بالبدايه خلينا نعرف عن اليوم العالمي للتوعيه من مخاطر الالغام، شو هدف هذا اليوم؟ صباح الخير مره ثانيه، وشكرا لكم على المقدمه بهذا. طبعا اليوم العالمي لمكافحه التوعيه من مخاطر الالغام هو كان امبارح 4 نيسان، اقر بالامم المتحده بال 2005. الهدف منه هو نشر الوعي بمخلفات الأسلحة، مخلفات الحرب. نعم. مثل ما بنعرف نحن في حروب مستمرة عبر التاريخ، يعني مثلا إذا أخذنا الحرب العالمية ما زال حتى اليوم في إزالة ألغام من 1945 حتى تاريخ اليوم في إزالة للألغام، لم يستطيعوا حتى الآن إزالة كافة الألغام. فنحن في سوريا الحرب يعني على وشك الانتهاء، ما في وشك، أنت مستمرة في بعض المناطق بعدها، لكن المناطق اللي تحررت طبعا بحاجة بعد لإزالة أكثر وعمل أكثر، لأنه الجيش العربي السوري لما قام بتحرير المناطق يعني بيكون تمشيط سريع، فبيتم بعدين إجراءات جهات أخرى مختصة بأنعزل هذا السلاح. التوعية منه بالآخر فترة احنا شفنا بالتقارير أو الأخبار اللي تصدر عن وكالة سان أو غيرها. نعم. أنه في تقريبا يوميا أو بشبه يومي انفجار لغم لغمين، كانوا الضحايا غالبية أطفال، لأنه الطفل ما بيعرف قيمة الجسم الغريب بيعبث فيه، مع أنه في يعني صار في توعي، بس قدر المستطاع الطفل دائما عنده حب الاكتشاف، حب اللمس بإيده، بيكتشف بيدور، فهذا بيؤدي إلى كثير في صار عندنا إصابات وللأسف يعني خسائر بشرية كثيرة خاصة في صف الأطفال والمزارعين في الفترة في الآونة الأخيرة في ريف حما. يعني على مدى 3-4 أيام كل يوم نسمع خلال قطف الكمى في كل يوم حادثين للأسف. صحيح. بدها خلفات الإرهابيين تركوها في مناطقنا. نعم. أستاذ عمار، يعني الإرهاب ترك قذارة، يعني راح وترك وراء قذارة، ولكن دائما مثل ما بنعرف وحدات الهندسة الجيش العربي السوري دائما هو حاضر حتى ليزيل هيدي المخلفات القذرة اللي خلوها، وخاصة اللي عم يتعرض لها الآمنين. خلينا نحكي عن اليوم، كيف تعمل سوريا على التوعية بمخاطر الألغام؟ مثل ما بنعرف أنه أحيانا توصل رسائل للمواطنين أنه نحن اليوم سنقوم بتفجير لغم، أنه يمكن كمان هي كتوعية لألون أنه نحن بتوقيت معين نحن رح نزيل المخلفات تبع الإرهابيين، بحيث أيضا يكون في حملة توعوية. هل هناك إجراءات أخرى تتخذ بهذا الشأن؟ تماما. اول شيء وزاره الاعلام بتقوم ضمن خطه، تعمل ضمن خطه سنويه، في من اجراء بشان هذا الموضوع بالذات التوعيه من مخاطر الالغام. في اول شيء قسم تدريب للصحفيين من خلال ورشات عمل، لانه الصحفي ضمن توجيهات يعني الوزاره او السيد الوزير انه دائما بحاجه لتدريب بناء قدراته، لانه الصحفي اذا لم يكن مثقفا باي موضوع لا يمكن ايصال الرساله بالطريقه الصحيحه للناس، لازم تكون جوابته المخزونه من المعلومات كامل ليقدر يوصل الرساله بالطريقه الصحيحه. فنحن عملنا ورشات عمل للاعلاميين، وخصوصا ركزنا على السوشيال ميديا وكتاب دراما ممكن توظيفه في هذا. تم انجاز كمان فواصل دراميه، فواصل كرتونيه، لانه لها اثر كثير عند الاطفال، وتبث عبر الشاشات التلفزيونيه، القنوات التلفزيونيه. وبالاضافه لذلك في تشبيك مع الجهات الثانيه من خلال الوزارات المعنيه بهذا الموضوع،
في لجنة نحن من ممثلين فيها وزارة الإعلام، وفي منظمات دولية طبعا إلى يد بهذا الموضوع بتساعدنا في تشاركية مثل منظمة الأمم المتحدة للطفل يونيسف عملنا معهم، واللجنة الدولية الصليب الأحمر كمان عملنا معهم شغل حول هذا الموضوع من مجال التوعية، والهلال الأحمر العربي السوري، لأنه هذول المختصين عندهم جانب بهذا المجال. الإعلام طبعا دوره كتير كبير ومهم، من خلال مثلا نحن ركزنا على الدراما لأنه هي أقرب وصولا لقلوب الناس. هلا في فكرة مثلا احنا توظيف بعض هذه المواضيع من خلال المسلسلات الدرامية، لأنه يعني تمرير الرسائل مهم كتير، وخصوصا مثلا في المسلسلات مثلا في مواسم رمضانية، يعني ناس أكبر نسبة تقعد ببيتها بتشوف مسلسلات في متابعة. فخلال هالرسائل هي بتمر إذا مرقنا كم رسالة إلى دور كتير كبير وأثر عند الناس، لأنه احنا إذا ما تكاتفت كل الجهات يعني ما بنقدر نوصل للوعي اللازم لجمهورنا. نعم، يعني خطة الإعلام التنموية لهي السنة شو هي؟ الأولويات تبعه شو هي؟ سنة عن سنة عم تتغير الأولويات وعم تكتر مسؤولية للتوعية بموضوع تفجير الألغام، مثل ما قلت بعض المنظمات الدولية حتى توجهت سنة 2020 للتوعية أكثر بالمدارس، كمان بالتوعية من الألغام وجسم الغريب اللي لازم ما نقرب عليه. اليوم أنتوا كخطتكم كإعلام تنموي شو هي؟ هلا احنا كانت خطة أكبر من هيك، بس ولكن الظروف اللي صارت بظروف فيروس كورونا هي اللي أخذت مثلا المساحة الكبيرة بنشر الوعي، لأنه حاجة ملحة صفت، يعني مو قضية بسوريا، قضية عالمية صفت، وتذكير الناس بالموضوع والإلحاح على تذكير الموضوع بالتوعية بالإجراءات بالكذا ضروري. فنحن قلصنا شوي باقي الإجراءات، يعني القضايا اللي كانت مثلا يعني بسبب إنه كان احنا في عندنا بخطتنا أكثر إنتاج فواصل وإنتاج مواد توعوية، وطبعا احنا في إعلانات طرقية تم نشرها عن مخلفات الأسلحة بالمحافظات، خاصة الريفية اللي تم فيها كان فيها إرهاب وكان فيها حروب وكان فيها كذا، من الفلاحين بالذات للفئة يعني أكثر ضعفا وهشاشة، هنا الفلاحين بيستخدموا الأراضي وكذا، كيفية التعامل لأنه شغلهم كله بالأرض وهي كلها بقايا في الأرض، وبعد فترة المخلل الألغام كلها تصير يعني لونها مثل لون الأرض، فصعب تمييزها للمواطن، فإلى أنواع كثيرة كمان. والتربية طبعا إلى دور كبير، كان في توعية الطلاب بالمدارس، ولكن الإعلام الأطفال اللي خارج المدارس كان على عاتق الإعلام من خلال بعض الرسائل، من خلال أفلام الكرتونية اللي عملناها، فواصل أغاني هيك مثلا مرقنا في رسائل. يعني طبعا اليوم وزارة الإعلام عليه يعني مهام كتير كبيرة وبيقوم فيها، يعني كل ما مثلا احنا مثلا عندنا كذا موضوع لازم نهتم فيه، بس اليوم للأسف يعني الموضوع الأكبر والشاغل أكثر هو الكورونا، لكن احنا ما نسينا يعني موضوع المخلفات لأنه مهم كتير، ودور الوعي بيقتصر مو بس على وزارة الإعلام، في مجتمع في الوعي المجتمعي، دور الأهل، دور المدرسة، دور الحي المختار، هذا كله بيتم فيه تكاتف الجهود من خلال اللجان المشتركة بهذا الموضوع. نعم تماما، يعني مشكورة جهود المبذولة، ويمكن ذكرت نقطة هي في عملية تشبيك عم بتكون مع جهات أخرى، ولا ما عم يتم التشبيك، عم يتم بس أخذ الشيء اللي نحن بدنا إياه دون الرجوع مثلا يعني لبعض، ولا في تشبيك بينا؟ طبعا في اجتماعات وفي بيتم شغل مشترك بيننا وبين الجهات تماما، وبخلال خطة موحدة إنه كل جهة شو دورها. طبعا بالأخير كل العمل بيطب الإعلام، لأن نحن بننظر هذا الشغل اللي عمل الجهات كلها بده يظهر عبر وسائل الإعلام إن كان الخاص ولا الحكومي. طب بعد إصدار عدد من الفواصل والأعمال الدرامية والتوعوية، هل خفت حوادث تفجير الألغام ببعض الأشخاص أو الأطفال؟ خفت تدريجيا عن السنوات السابقة؟ هلا نحن خفت في بعض المناطق، في انخفاض في بعض المناطق، صار في شويه ازدياد، يعني خاصه في المناطق الريفيه اللي اعتمادهم على الزراعه. للاسف في اخر فتره كان في اكثر شيء رصد، ومثل يعني مثلا في مناطق كانت مهجوره شبه يعني 100%، فعوده الاهالي شوي شوي بالتدرج هي كمان بتاثر على انه ازدياد بعض ارتفاع بعض الاعداد، وخصوصا في المناطق المأهوله كانت بالسكان سابقا واخليت من هجروا اهلها ورجعوا عليها، كهون كان في تم زرع كثير الغام كثير كثير،
فللاسف يعني احنا قلت لك يعني مو بيوم يومين ولا بسنه بسنتين بيتم عندنا القدره على ازاله الالغام، هذا عمل بده سنوات. يعني اذا بقول لك الحرب في دول هلا يوغوسلافيا من الحرب العالميه لهلا بعد عندها ازاله الالغام، صحيح. فنحن باربع خمس سنوات اكيد ما في امكانيه يتم هذا، بده العمل شغل كثير وجهود كبيره وتكاليف كثير كبيره، طبعا هذا مكلف كثير طبعاً. وماشيين بهذا الخطه، يعني بتم هلا تقريبا تمشيط كذا منطقه، انا ما عندي الرقم، لكن احنا في عندنا هلا عم نشتغل على موضوع انه رسم الخارطه، خارطه الالغام وين موجوده وين تكاتفها مشان اظهارها والعمل على هي المناطق اكثر شيء، الاكثر ضعفا والاكثر احتياجا. نعم. يعني استاذ عمار، يمكن من خلال حديثك يمكن نقطه جدا مهمه نحن اليوم عم نسلط الضوء عليها من خلال برنامجنا وخلال شاشتنا الصغيره هي الالغام، ويمكن هلا من خلال هالنقاط بيكون كثير من العالم قدرت تتعرف انه في دور وادوار كبيره تقوم بها الجهات المعنيه، ويمكن الدور الاكبر للاعلام خلينا نقول، لانه هي مرحله حساسه للتوعيه بهيدي الالغام. خلينا نحكي ايضا دائما مثل ما ذكرت هلا انه مو الالغام مانا بفتره قصيره، هي خطه طويله الامد وبحاجه الى اجنده عمل ايضا طويله الامد تتناسب مع الظروف اللي نحن عم نعيشها. شو خطتكم اللي عم ترسموها دائما، وهل في تغييرات وفقا للظروف الراهنه؟ طبعا هلا التغييرات حسب كل سنه بسنتها بتتم. نحن بنشوف مثلا في عندنا يعني الى حد ما قياس احيانا لبعض مثلا المواد اللي انتجت مثلا تركت اثر. هلا مثلا عندنا احنا بنشتغل على تقييم ما تم انتاجه من خلال السنوات الماضيه حول مخلفات الالغام والاسلحه اللي تركت، يعني مثلا انه هل يا ترى الحملات اللي قمنا فيها او الشغل اشتغلنا فيه كان له اثر كثير؟ هلا سنتوجه بخلال استبيانات سريعه للاهالي انه مصدر معلوماتك كثير عن الالغام، منين بتعرف انت مخلفات الاسلحه، منين سمعت فيها، كيف تعرف عن اللغم، هل يا ترى تابعت، شو اكثر وسيله بتتابعها، شو هلا يعني شغالين بهذا الموضوع، وان شاء الله قيد يعني انجاز بيكون بخلال شهرين بكون ان شاء الله تمت النتائج مشان نعرف نتوجه، لانه احنا كل ما عرفنا احتياجات الناس كل ما وجهنا الرساله بالطريقه الصح. بس انا بتمنى يعني على الاهالي يعني شوي يكونوا اكثر حرصا على اولادهم، يعني اكثر مثلا تو يعني هن يوعوهم اكثر، يحكوا لهم اكثر، لهم دور كثير كبير بالاسره في هذا الموضوع، لانه مثلا لحالي انا مثلا او مثلا فاصل او فاصلين او مسلسل او ما بيأدي، يعني كمان الاهل لهم دور كثير كبير بتوعيه اطفالهم بهذا الموضوع، انه عدم العبث او لمس اي جسم بشوفه غريب باي شكل من الاشكال، لانه الطفل عنده حب الاكتشاف، عنده فضول، حب الفضول تمام مثل ما تفضلتي، لكن الاهل لهم دور هون تاثير انه اكثر، يعني لو بتوصل الامور لانه يعني كثير كل يوم يحكوا في الموضوع بيستاهل هذا الموضوع ينحكى فيه. نعم. استاذ عمار، يعني بعد هالرسائل التوعويه واللي كمان خلال شهرين مثل ما قلت حيتم مسح بياناتها لاحتياجات الاهالي ويمكن بعض المناطق اللي لسه فيها بعض الحوادث لحتى نعرف الطريقه الصحيحه للتوعيه لهم، كلمه اخيره بتحب توجهها عبر شاشتنا لليوم؟ كلمه اخيره بقول يعني انا بتمنى انه يعني الله يحمي اطفالنا كلياتهم، وان شاء الله تكون جهودنا اللي عم نقوم فيها تأدي الدور اللازم، واذا في شيء يعني كمان عند الناس احتياجات قنواتنا التلفزيونيه او مواقعنا مفتوحه فيهم يبعثوا اي شيء مطلوب، اي شيء بشوفوه ضروره ملحه. برد باكد انه الاهالي يزيدوا شوي جرعه التوعيه لاطفالهم اكثر اكثر واكثر، لانه هذا موضوع فعلا مو سهل، يعني انه يخسر واحد يخسر عضو من اعضائه يشوف ابنه، هي شغله مصيبه، ونحن عندنا كمان يعني تكاليف كثير كبيره هي وبنشتغل فيها الاعضاء، يعني نحن غير اللي خسروا مثلا اعضائهم بالحرب خلال الحرب، كمان تجينا الالغام، يعني كمان هي خساره لاي طفل، خساره لاي كادر بشري نحن عم نخسر قدامنا، يعني هي يعني الحفاظ على كوادرنا من خلال يعني شوي حرص منا اكثر وزياده الجرعه اكثر. نعم. يعني استاذ عمار مع هالحديث خلينا نقول التوعوي بامتياز، بدنا نتشكر وجودك معنا، وايضا نحن صوتنا واحد دائما كاعلام، اعلام تنموي، اعلام مرئي، الاعلام حتى مسموع، كلنا نحن يد واحده ايضا دائما لسلامه بعض، ما بدنا حدا ينضر، ومشكوره الجهود المبذوله اللي عم تقوموا فيها وكميه التعب اللي ايضا عم يكون على عاتقكم. شكرا كثير لك. شكرا لكم، شكرا لقناتكم الكريمه. شكرا لوجودك معنا وعلى كل المعلومات اللي اعطيتنا اياها، وان شاء الله بتتكلل المهمه بنجاح وبنخلص بقى من هالاجسام الغريبه ومخلفات الارهابيين، وان شاء الله هيك السلام للكل. شكرا ان شاء الله. شكرا لكم.